طيب برضو احنا لازم ما يكونش، ما ينفعش معانا الكابتن عادل مأمور بتاريخه الكبير وخبراته الكبيره جدا وما نستعرضش معاه الهدفين اللي دخلوا في مرمى نادي الزمالك مع انبي المباراه اللي فاتت. طبعا احنا حللنا هنا الناحيه الفنيه واللي حصل، لكن الناحيه الفنيه لحارس المرمى بقى ايه الاخطاء اللي وقع فيها ابو جبل؟ ازاي كان ممكن يتعامل مع الكره اللي دخلت الاولانيه سواء الثانيه؟ هل هو الخطا يشيله لوحده ولا يشيل حد معاه؟ مش بتكلم كده عشان لا، بس انا بتكلم فنيا عشان يعني حاجه لابو جبل الاخطاء ما تتكررش. بالظبط. طبعا معاه مدرب كبير جدا ايمن طاهر، ما فيش شك، واحنا كنا بنقدره ونحترمه، لكن عادل مأمور برضو اسم كبير وخبره كبيره جدا، فلابد ان احنا نستفيد منه على الاقل في بعض الاهداف اللي دخلت في مرمى نادي الزمالك. نشوف بقى الهدفين، بس قبل ما تخش الهدفين بعد اذنك، قبل ما نخش الهدفين احنا عايزين نتكلم برضه على ابو جبل. لو احنا فكرنا رجعنا ورا شويه ايام البطوله الافريقيه، كان بيشتغل مستوى عالي جدا، كان كويس جدا جدا وموجود في التشكيل. اشرب ميه كده، اتفضل اشرب، مفيش مشكله. حد جاب في سيرتك على فكره، اعتقد كده الدنيا كلها جايه في دلوقتي. اعتقد ان ابو جبل بعد البطوله الافريقيه والبروباجندا اللي كانت معموله له وبدات العروض نادي النصر السعودي وانديه تتهافت عليه، بدا يفقد التركيز، ولغايه النهارده هو المفروض يجدد عقده، ما جددش. كل ده واخد منه. تفكيره مش في الملعب هو دلوقتي، لازم مشتت. هيلعب هنا، هيلعب هنا، هيجدد مش هيجدد، ودي مشكله كبيره، ان حارس المرمى الوحيد اللي مفيش حد يغطيه، الخطا منه جول، الخطا خلاص اعدام. جول خلاص جول. فهو لازم يقعد مع نفسه، انت عايز ايه؟ هتجدد مع نادي الزمالك، تجدد مع نادي الزمالك وتبدا تركز عشان تبقى موجود وتبقى في المنتخب. صحيح. مش حاجات زي بقول انا مش هبقى اجدد والنادي هتمنى لك كل سعاده، والمدير الفني والاداره ليها قرار بقى في القصه دي، والنادي الزمالك ما بيقفش على حد. عندنا حراس مرمى موجودين، والناشئين تحت النادي الزمالك عندنا حراس مرمى ده دي اسباب يا جماعه اللي بيقولها الكابتن عادل مأمون، عشان برضو نحدد دي الاسباب اللي من وجهه نظر الكابتن عادل مأمون وخلال خبراته خلت ابو جبل تركيزه قل، وفي نفس الوقت ايضا المستوى مش زي ما كان في افريقيا. طبعا ده الكلام اللي بنقول عليه. فلازم ده يحط لنفسه حد. انا المدرب ملوش دور يا كابتن عادل في القصه دي، يعني ايمن طاهر مثلا اكيد بيكلمه، اكيد بيوجهه، اكيد بيقول له كلام، لكن برضه هل حارس المرمى بخبراته زي ابو جبل ممكن برضه تفكيره يبقى مشتت حتى لو مدربه قاعد يتكلم معاه؟ بس المدرب بيأدي دوره داخل الملعب مستطيل، وبعد وخارج الملعب بيشتغل نفسيا، وفي داخل الملعب بيشتغل بدنيا وفنيا. لما اجي بقى ما انا عملت وانت فكرك بيشتغل في حاجه تانية، انا بفكر في ناس بتكلمني وفي ناس بتقول لي وتديني اسعار وبتديني رواتب وتديني مميزات، انا بتتاهي بين الاثنين. انت لو انت زملكاوي لو بتحبنا زمالك خلاص نادي الزمالك خلاص، مفيش حاجه تاني، لازم تحدد موقفك، لازم تحدد موقفك عشان نادي الزمالك ما يحصلش كوارث، ما يحصلش مشاكل تاثر على مسيره الفريق اثناء الدوري واثناء المباريات الافريقيه. تمام. نروح بقى للهدف الاول. هنا معانا هنا على الشاشه الكبيره دي برضه عشان نشرحها كابتن عادل، ده الهدف الاول بتاع نادي الانبي في نادي الزمالك. هنقف بس هنا بدي أوه. تمام اتفضل. هنا المفروض انا في عمليه الانفراد في حاجتين، لو الكوره تحت رجل المهاجم، احنا جبنا لك انفرادات كتير دلوقتي، اقف هنا، دي واحده. تمام. هنا اول ما بتقدر في مسافه بين اللي ايه، المسافه بتساوي بين الاثنين متساويه، بعد الكوره عن ابو جبل نفس المسافه عن احمد فوزي، بس احمد فوزي رجليه اطول من ايد ابو جبل، من ايد ابو جبل الوصول للكره بايد ابو جبل. يعمل ايه ابو جبل بقى؟ هنا ابو جبل لما ما راح باع نفسه مره واحده، لا المفروض هنا بيروح عامل ايه؟ بلوك ايدي الاثنين، بلوك، لا بلوك حرف زد. حرف زد؟ طب ما هو عامل حرف زد هو كابتن. لا ده مش حرف زد، امال ده حرف زد، هو رايح من نازل مرمي. انا عايز في رجل، بيبقى رجل ايوه كده يا كابتن عادل، لا ده دي عامله كده وايدي فين، ورجل الثانيه من تحت متنيه لتحت ورجل قدام، انا كده في كام يا كابتن؟ ما هو عامل اهو اللي انت بتقول عليه اهو، كمل
كمل كمل كده نزل رمى. انا مش عايز اترمي، امال انا إيه؟ هنا بروح اعمل بلوك واقف، هو اول ما لاعب بلوك مش هيعرف يتصرف ان هو واقف قدامي، انا قفلت عليه الزوايا خلاص كلها كامله. هو طب انا 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 وجهه نظري ان هو كان لازم يعمل من الاول الحركه الاخيره دي. انا رايي صح ولا غلط؟ لا هو وصل للاخر. انا عايز يا كابتن عادل هنا يعني هو المفروض كان بص هو ده تغطى اولا المفروض كان ينزل الارض قوي، المفروض ما ينزلش الارض، المفروض يروح وعامل بلوك زي ما بقول لك حرف زد. رجلي دي من تحت اليمين، المفروض اليمين تبقى مفروض، الشمال تبقى مفتوحه الناحيه الثانيه، ايدي مفتوح هنا وايدي شوف كام حاجه. ما الايدين فوق، ايد فوق اهي، هو كده تحت. انا فوق يا طارق، تحت خلاص نزلت. انت كده انا عملت كده بقى نزلت، عملت كده نزلت. انما وانت فوق كده انت فوق طارق قافل قافل، ورجليك قافله وهنا قافله وهنا قافله وهنا قافله وهنا قافله، شوف كام حته ممكن تيجي فيها الكوره. لو هو راح ووقف ثبت، هو هيثبت هيقف. انما هو راح، انا رايح مندفع، انا رحت مندفع عملتها تاني كذا جول. خلاص مش هيقدر يعمل حاجه. تمام، نشوفها من زاويه ثانيه يا كابتن عادل. ايه هنا لازم يقف، لازم يقف، لازم يقف، يعمل بلوك، يعمل بلوك، هيخليه يفكر تفكير ثاني. ان هو دام وقف هيخليه يفكر تفكير ثاني انه يا اما يلعبها بالعرض يا اما يطلع على بره. طب هل هو ما كانش المفروض يطلع، ولا كان المفروض يطلع؟ هو المفروض يطلع يعمل بلوك، زي ما يطلعش لازم يطلع، لازم يطلع بس يعمل بلوك. ان الكره تحت رجليه خلاص. الكره هو وصل قبل منه، بص هو وصل للكره قبل منه. اقف هنا اعمل بلوك بقى، اعمل بلوك هنا بقى خلاص، خرجه على بره، خليه يطلع على بره بالكوره. ممكن هو في دماغه ان اللعيب مش هيلعبها هياخده على بره، فخاف من ضربه الجزاء عشان كده. هو عشان ما نزل ما حاولش يلمسه، هو عشان نزل مش هيلمس هو دلوقتي، مش هيلمسه هو عامل بلوك من بعيد عنه. انا دام عملت دايفنج ونزلت خلاص، انت كده بعت نفسك. تمام، فاهم ازاي؟ يا اما تعمل ضربه جزاء يا اما تيجي جول. انما اول ما تقف انت واقف خلاص، يمكن تيجي في صدرك، تيجي في ايدك، تيجي في رجلك، هتيجي في اي حته في المكان اللي ممكن هو ما يتصوروش. يا اما يبقى وقف ويبتدي يعمل تفكير اعاده تفكير، يرجع تاني يبتدي يلعب الكوره من اول تاني، ويرجع تاني بالكوره واخده على بره. بس هو ده بس اللي يعني يفضل معاه، ما يترميش. انت في وجهه نظرك، طب والكوره دي يا كابتن طلعها ازاي دي؟ اذا عدت بعد اذنك تاني معلش. عيد يا كابتن، الراجل جاله شد، ده كان عنده شد ابن اللذينه ده من قبل. بص يا كابتن هنا العمليه حصل خداع للكوره، وطبعا طارق حامد عمل اللي عليه الراجل وطلع. بص 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 ارجع تاني بعد اذنك، ارجع تاني شوف. هو 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 هو, هو لو بص هو كده واقف صح الاول؟ لا هو كنت لسه كنت ايوه يعني كده هو بدا يتحرك، هو بدا يتحرك ما يقفش ورا الحيطه. لا هو واقف صح، هو ده بس ارجع بس معلش من الاول تاني، ارجع من الاول، ارجع كمان من الاول كمان هو كمان. واقف الحيطه واخد التلت الاخراني ده، واخد الزاويه القريبه بتاعته هنا، هو حاطط الحيطه. كمل بقى واحده واحده بعد اذنك، يلا فرام فرام كده. بص بس اقف اقف هنا بدا يتحرك. ده غلط، بدا يتحرك ازاي؟ بدا يتحرك من قدام لقدام 18. انما لازم الكوره في قطريه، لازم يتحرك قطري. بمعنى ايه قطري؟ يعني يروح بميل بميل عشان يلحق الكره الشوطه، يعني يروح على يمينه شويه لان الحيطه هنا قافله. انت قصدك قطري على اليمين؟ على اليمين. ماشي كمل، دي كانت هتساعده انه يطلعها يعني يا كابتن. هو اشتغل كمل. الكره طلعت هنا، هو فين بقى؟ هنا بدا يرجع. بس يا كابتن بص، هو عمل خطوتين هنا يا كابتن عادل، دي رجعته شويه لان هو كان متخيل ان الواد هيحطها في زاويته. لا ما هو لو حطها من فوق الزاويه مش هيلحقها برضه، انما هو عامل ان هو خد، هو فاكر ان هو هيلعبها فين. تمام، انما هو لو عارف ان هو هيشوط، بص واقف رجليه اثنين ازاي. شغل كمل، بص واقف على كعبه راحت فين. لو هو واقف بقى قافل رجليه في مستوى الحوض بتاعه، هياخد خطوه ان المسافه، في مسافه لوصول الكوره، في مسافه عندي، لان انا ممكن اخد الخطوه واروح طاير. نشوفها من هنا، نشوفها من هنا يا كابتن. اهي هنا اقرب شويه. لازم اقفل فين؟ قدام ناحيه اليمين عند محمود علاء كده. عند محمود علاء. بس أيوة. هو ممكن يكون طارق حامد ومحمود علاء مدارين عليه، مش شايف الكوره. لا هو شوف، بص فتح رجليه زي استنى الله يخليك، ارجع تاني سنه واحده بس شوف فتح رجليه قد ايه. هنا فين بخطوه؟ اخد الخطوه فين؟ ده رايح من الثبات يعني، لازم هنا ياخد خطوه. شوف فتحت قد ايه؟ فتحت رجليه قد ايه؟ لازم رجليه تبقى مضمومه. احنا يا جماعه هنا بندي دروس، ما بنقللش من قدرات لا حد عشان بس نحدد عشان ما نحصلش فنيا تاني. علشان من طبعا زي ما قلنا بعيد وبكرر تاني، معاه مدرب كبير كابتن ايمن طاهر، مدرب منتخب مصر وتاريخ كبير طبعا، تلميذ عادل المأمور اكيد، واستاذ وعادل المأمور استاذه، لكن في نفس التوقيت برضو
الحاجات دي لازم ابو جبل يبقى عنده فكره عنها هو وعواد لاي حارس مرمى. هنا لازم يتحرك برجليه جنب بعض مش مفتوحه كده، لان هو راح من الثبات. لو هو خد برجليه وياخد خطوه ثانيه هتساعده في مسافه في مسافه ان ناخد الخطوه. انما كلام امتى اروح من مكاني لما اكون الكوره جوه ال 18 ما بلحقش اخد خطوه. هنا بالتالي فتح رجليه ما يقدرش هتلاقيه كمل واحده واحده خلاص. بص 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 مش عارف ياخد الخطوه. هو اترمى من مكانه قصدك؟ ايوه ايوه راح من مكانه مكانه. انه لو خد الخطوه وراح كان ممكن يروح اقرب ليه ايه بايده اليمين. لو هي فوق يبقى دي لو هي هنا يبقى دي. فاهم ازاي؟ الاقرب للكره هي اللي تروح، الايد بتروح من اوتوماتيك لوحدها بتروح. تمام. بص هو واحد عشان خلاص خلاص كده انتهت. انا بتكلم اساس ايه؟ هو مش مسؤول عنها كامل الموضوع دوت. في حيطه طبعا اتفتحت وفي مفيش بلوك اتعمل صح، يمكن طارق حامد اتحرك لكن برضو الامور ما كانتش بشكل. كان اقرب واحد طارق حامد كان المفروض اول ما اتلمست خلاص اتلعب الكوره بقت في اللعب يبقى لازم على طول صحيح. حد يعمل دايف يعمل بريس على طول على البيشو كانت ممكن تيجي في ايه. بس هي دي القصه. بس يعني هي طبعا حاجات فنيه. انا شخصيا يعني بتعلم لان برضو حراسه المرمى دي ممكن تكون انت مدرب لكن ما درستش حراسه المرمى بشكل جيد زي الكابتن عادل او الكابتن ايمن طاهر او كل مدربين حراسه اللي موجودين في مصر. ففي زي التحكيم كده في حاجات في الحكام يقولوها لك هنا على السبوره حاجات مختلفه تماما عن اللي احنا عارفينه. بس يا طارق بس خلي بالك دي فاولات الكره الثابته دي المفروض دي مهمه جدا تتعامل لحراس المرمى واللعيبه عشان حارس المرمى يقدر يتعامل مع الكور دي. انت شفت في اوروبا كوردوا والحراس المرمى ويلسون كل بيتعامل ازاي؟ عارف واقف فين ويروح بيتحرك مع كل بيتمرن عليها الحاجه. اليسون بس والله يا كابتن بيخش فيهم جوان برضه ماشي بس مش لا 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 مش انا ما بشوفش جوان بتخش بالطريقه غير العفويه او اذا بخطف واحد مغير اتجاهه بس انما غير كده انا شايف اخطبوطات واقفه قدامي ايديها بتتحرك في كل حته.